ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، ده انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ أعمل إيه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش زي الأول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. أنسى إزاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقة مش رايقة. زوج حتى انك ما بحلق لي كتير مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل اجليطس. اتفضل بلاش السايب. خلي لك زيادة اجليطس. كتر المزة اجليطس. اخدهم مزة ياما. اهلا وسهلا. انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم؟ وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا قد ايه. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المدة. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ انني يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقوله خليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه عندك انت؟ حاسب مرزوق. خير درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. زمانه حزين رزين. الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا عشان ابقى خفيف.
5 جنيه بس كده الحساب مظبوط. ده كده البيع خسران. ولوتك انت اللي كان لازم تدفع. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخلو خير يا كوتش؟ يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. تحلوت قوي. طيب خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة. انت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. كسير بس ما تقتلوش. انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجالة برضه. انت هتخطب. روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد. خلص عليهم. هم الجوز دول. Thank you.
الكورنر وراه الكورنر. ها هتعمل ايه؟ اتكل على الله، توكل على الله، صل على رسول ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلب انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. قول لي العالم دي كانت راقدين لك ليه؟ حرقت خمرت مش غير. كان غيرك ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مقدرات؟ لا شريط اسفراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي يخليك تجي لي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه، بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها. قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس، حصل ولا حصلش؟ حصل يا سعادة البيه، وانا في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. اوكل ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، بلا ولادك بلا زفت. بكره هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي. كفايه ايه؟ يا حبيبتي ايوه مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شويه؟ حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دوق اتفضل السعاده بقى اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعاده البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شو واقف استناها الناصيه؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن واطرح مكاني يا سعاده البيه. زهر جميل في عقلك. تعودت بعد 25 سنة محاماة نقض وإبرام أوسخ نفسي مع أشكال بالشكل ده؟ طب وأنا أجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعادة البيه؟ أنا رحت خالص. أنا معرفش معرفش، مش شغلي. واسمع يا مشري، عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخمارة وعرف سكتك ما تنزلنيش، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيه، بس الولد دول حاسس. أمين بقول لك إيه؟ مش عارفة أنام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا أخويا اتفضل. سعادة البيه شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا حمزه هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل، وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك.
اسمي لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا، بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المية خمسة عشر بتخليك حلو. ما اقل من كده بقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ثلاثة الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفنا العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه دي امانة. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانة؟ اصلك ما انتش فاهم، الباشا حسان عايزنا نبيع له العربية دي وهيديني 10% والبيعة هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصل عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ انت بتشتغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها انا. ايه؟ فيها انا. العمل يا صاحبي. انا واقع من جوع ولازم اكل عشان اعرف اشغل الجمجمه. هاكلك احلى طبق كشري. كشري؟ لا 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 بلاش شط، دي ملهلبه قوي. حد صبعك فيها وهي تبرد. ايه يا معلمه؟ الشنطه خفيف. هجيب سجاير واجيلك يا صاحبي. ماشي. ثلاثة دوب صلصة زيادة. صلصة خلصت. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيدنا، ما تقف قلبك وتتكلم عدل أمار. أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي زي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرزوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ انا عملت لها حاجه؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجه يا معلمي، الراجل بيضحك معاك. ده محل اكل عيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرق يبقى يروح لاراجوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات، انما عليا نعمل لو عملتها تاني. ايه هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل اتنين كشري دوب. بس كتر الليل. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. ليليا نعملها معاك. هتبص من القهوه يا ابني. من عينيا يا ست الكل. ها سليمه الحمد لله. انا عارف بيجوا كده ايه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكينج يا سيدي. كينج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. مش كارع حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه رايك في الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه؟ دي بشوكه يا دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلمها لك. يا مين؟ الحكومه. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام بالصلاه على النبي؟ هي صوره ما قلنا لك.
كلمة البيع والشير 16 12. يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا ونص. يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا 15. حلو يلا بخسارة، يلا بخسارة زي بعض. طلعها اللي معايا جدع. خلاص بقى. اوه ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ عالبركة. 4 5 6 7 8 الباقي من سج. هات 5 وخلي 2 عند التسجيل. عيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج، خلاص مش فاضل منها. خلاص خلاص اهو باك اهو. خليهم 2. 2 حلو يا حاج. خلاص وايه ده الحلو؟ ورحمه والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين، ما انت بترجع كلمه صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح ده ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق. هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صلى على النبي اسم المشتري. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. الحجاع على ابو السيد ابن الحجاع علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع، قول لنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15 398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نملة البطاقة كام يا سونا؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي يا اشول. امدي يا اشول. والنبي ابن حلال. امدي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا يا اسفلاجي. يا ابني انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا اهلا يا كوتش. ادينا سلام. ازيك يا اسفلاجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة. ماشي. شيل منابع يلا. العينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده.
يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعد. مش عارف ازاي. خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يا لك؟ بركات. حسن لاش ولا سعادة البيه؟ وبعدين معاك يا حاج؟ بركات. بطايقكم. مين فيكم الأسود؟ ده هو يا سعادة البيه. بركات. وبعدين يا حاج؟ ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له يا بركوت. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تعمل شويه، اصبر. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين الفلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كانت عيالك؟ انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيد الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعذبه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبقه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيد الحالي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت يا بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وده دكتور مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك. خدهم امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا.
يا بيه ده هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلامي يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر مواقف عربيه مسروقه. ما قلنا لك مش مسروقه، عربيه ملهاش دوسيه. يعني انضحك علي تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا ودين الابقار عليا. صباح النبي يا ابو عمرو. صباح النبي. لا اله الا الله. ما بالك انا عايز معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. ده ايه شيال تعبان ده؟ ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهوري. اخد بعضي. يلا. تعيش يا باشا. تعالى بقى يا روح. تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت هتحط في نافوخك جد؟ وانا عارف ايه نافوخ. انا خلاص، ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عارف. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه يا زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو، انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها، وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها. ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله، شريك يا جدع. هو الراجل اللي اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ملهاش دوسيه. سقطت ايه يا باشا؟ ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده، لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو، وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. بتنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله، انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المؤبد. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك. آه يا ولادي الكلب.
يلا خلو. قسم لا ده بين ناس حد الله ما بينه وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليم. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. عايزين الحلاوه بقى يا حاج. من حلاي حالا نجيب الساعة. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رايك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. البركة. يا قليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. هبقى حليلك بقك ببسبوسة. لا أنا عايز أحلي بقبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه ثانيه. واعرف حاجه ثانيه غير السواقه. ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ عصام من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ تشاركنا فيها؟ انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي خليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا دكتور ميكانيكي. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت مخي يا جاريه كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من مزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. ثلاثة ونص الواحدة يا بلاش. ثلاثة ونص الواحدة. ادي 100 حفاية. ثواني
عبال الرجاله ما تفرغ نقله بتاع العربيه اجيب تمن نقل مع البلد. قرب يا بلاش، الواحده 3 ونص، ادي 100 حبايه. قرب يلا، الواحده 3 ونص، 100 حبايه يا بلاش. قرب معلمين، الواحده 3 ونص، 100 حبايه. وادي 200 حبايه، الواحده على 3 ونص يا بلاش. قرب معلمين، ده كده كتير يا قلطه. والله انا عبد المامور، عندكم صاحب المالك فاهموا معاه حاجه بالعقل. لما تقع علينا البطيخه ب3 جنيه ونص هنبيع عليك زبون بكام؟ ان شاء الله ب100. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي، عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟ الحباية ب4 جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. 4 جنيه 4 جنيه. بقول لك ايه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطه، وده نصيبك يا زوكه، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغل حسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكه. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب ايه بلح ماما عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمي في ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمن عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم، حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخل معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخل لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال معكش ولعه؟ معايا. خليو لو بتيجي روحك بدعي على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش، حاضر.
لا بركات بلاش الدم. عشان خاطري بلاش يا بركات. خوليو. نعم ايه؟ هات حبل قربة الرجالة. بركات اوصل لابو نعيم. هليجيب العمدة والغفر ويتكلم المركز. هجيب لهم الحكومة كلها. تبنا يا بلدينا. صباح النوبة. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مالي. معلم. كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. طب ادينا 100 بطيخة بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله. انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيد المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. يلا بينا يا معلم. يلا بينا يا معلم. تعالى بص باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. اديله 100 150 2 ونص. اديله 150 75 ونص. 75 ونص. على طب تعال يا بوس. يا بوس. تعال يا بوس. قول غور. قلت ايه؟ 150 2 ونص. وتعال لو بوس. وتعال لو بوس. ماشي يا صاحبي. 2 ونص. يلا يلا انت واقف من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال المرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعادة البيت والبضاعة دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. أمال إيه الحكاية؟ أنا واقع في عرضك. أنا في عرضك يا سعادة الباشا. احمينا من الراجل ده المعروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له حمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت بين رمي الجدة تبيه؟ جدة يا ابني. الله 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 عيني. في عرض الحكومه. في عرض. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوط العربيه لحد ما يخلصوا بيع. واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. كل واحد على حال سبيله. يلا. 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 2 ونص. وتعالى بص. 2 ونص. تعالى بص. 2 ونص. تعالى بص. تعالى بص. طب 2 وبس. 2 وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. 2 وبس. تعالى بص. 2 وبس. جرايه يا باشا. انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم.
من ساب كارو اتقل مقداره. الله، امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقوله يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله، امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذه؟ ناسع مني 10 بواكي. هو الواد صح؟ معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله، يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول. أمال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم أخويا، وأنت إزاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر؟ أيوة، ما هو لا إله إلا الله، ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وأنت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ 10 بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخماره بتاعت مشري؟ بالذمه مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكله يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده، والا هيكون موقفكم زي الزفت. احنا افتكرناهم من رجال الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاسي؟ جبتك سعيد. مع السلامة، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق. اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. خد، مش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لديك في وشك. ماشي، افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعونا من غير ما يدفعوا. ابص لقدام. Thank you.
يا باشا؟ طيب انا حصل أرضى أرضى غلطة. انت على غلطة. يا معلم. جاهز يا رجال. حاضر يا معلم. ولا رسائل تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا. مش كده بركاته؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شهر وانت كده بتصارع على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم.
عربات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش. الله، طب يلا بينا نشوف في ايه. السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خردة في وكالة البلح. هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بابكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي اول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غوره ملوش سعادة. امين؟ ايوه كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الارض. السلام يا رجاله،
ده ندايل حديكو. ايه اللي حدثك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصرة وكل عبدة بدمعك. حلوة صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصتني جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده بوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوي قلوب. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت. انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ده مية من تحت تبن. ده اللي قتل ابويا. قعد يتودد له لحد ما امن له. راح نادي على دعيته. قلبه ما استحملش الحسرة مات. ما تروحوش. عشان خاطري ما تروحوش. بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا. اهو مرزوق اللي قلت لك عليه. نارو ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك. طول عمرك زوق والله العظيم. جيجي افندم. يا ملك حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونين لي. ليه بالصلاه على النبي؟ احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول، انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. ده غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، ده سامع اللي انا سامعه وبركتك؟ انا مش فاهم حاجه. ولا لا يا صاحبي. الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونين لي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكوا. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. اي موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟
50-50 20 40 30 آخر كلمة والمهلة 5 ثواني. هات العود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف بيها وشك. أيوه بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العود ونقص على الإمضة. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفايه بصل برضه لحسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت، اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطه؟ وش معنى يعني انا اللي خططولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم الضياش. وعشان انا؟ ايوه انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناس سوا. ولو انا لا يمكن افرط في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الضيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاقسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا ما ينفعش. هنعلمك. ما بتعلمش. شغال الجمجمه. هبوظلك الدنيا. انا ما ينفعش. ايه يا كمان؟ مش فاهم يا اختي. ايه ده؟ طيب انا هوريك. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. عيد ميلاد جيجي، سكرتيرته. أنا؟ أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبداً. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولايه الشروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي. لذيذ، يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه، برطشني. ابرطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله يا عمرو. ايوه كده. ادي Thank you.
ربنا يقص له طول ما بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق، اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك حاجه جوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانية. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن يا عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي، حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر، مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني لو قال لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خلو في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا، دول حتى كتير. ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك، مش شبك بطة.
لو انت هتشبك بطه؟ اه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه؟ ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا ما فيش مره ما بتحبنيش الا بطه. دي الحقيقه يا كوتش، بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين انت؟ بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مؤامرة. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العملة. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجة دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطة دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاة على النبي بقى، العملية دي ما اتعملتش في البرافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركة. امين، خد منهم مفاتيح الوكالة والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتة؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. لسرقة، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمة. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجة. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي ده انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت من اهل.
ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومة تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامة بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامة. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. مين يا عمر؟ بطل بطل بطل، ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. امسك الولد، شمر شمر
زفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي. يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، الماكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح. بس جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه. ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. ايه خسرت هدي الكلب؟ لا ده انت باين عليك ناقص رمايه بقى. وليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سككيه من بتوع الشوارع. اخرس بره بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. انا عمري ما حد لمس مني شعره واحده، لا رضا ولا خصمانيه. بره. كلمنا انا هنا. فين مرزوق؟ راح في 60 داهيه. ثلاثه بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجه ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكره شيطان يا امين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج، كلها حقنتين ثلاثه ويبقى مستني ميعاد الابره زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج، كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرف بتقولي ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في سريره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
مرزوق. 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 رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش؟ شيل معايا كله. على مالك؟ على مالك؟ اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص، انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا بركوتة. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذة، الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه، ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركة اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلب الله. مع السلامة. بس كده هنبيع سمك وميه يا كينج. دي صفقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج، يا كينج، المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزاره الزراعه والاصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزاره الزراعه والسيد وكيل وزاره الاصلاح الزراعي والسيد مندوب وزاره الخزانه والسيد مندوب الرقابه الاداريه، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ امين. ايوه كينج. انا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب عشان المسائل تمشي قانونيه. 501,000. 501. حد هيزود؟ 502. 502. ايوه يا ساده. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525 مليون. كام؟ مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ ايوه يا فندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمائة ألف. وخمسمائة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معناش سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. خوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟
شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. ألف مبروك يا ملك. مش دعوة مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والماشي هم اللي ضربوا النار، مش أنا، مش أنا، وبعدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كده، دي أوامر الملك، أنا في عرضك، أنا في عرضك يا مرزوق، أنا مش ليك يا مرزوق، أنا صعب، حط علي يدك يا مرزوق، بلاش يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حط علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق، لا لا مرزوق، اوعاك يا مرزوق، لا 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 Oh!
كاسه الويسكي يا بلاسي. تعالى يا باشا. اي 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 يا حياتي من زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي هزحلقه واجيلك جاي. هتعمل ايه؟ انا هحذرك يا مرزوق، هحذرك ده يبقى السبق اصرار وتلصد. مرزوق قانون العقوبة صريح جدا في الناحية دي. المادة 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا
ده صاحبي يا بنت. صاحبي وصاحبك هناك على الهوا. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرش. سلام. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي. سلام 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 سلام يا صاحبي. برضه ما جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني. مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سيزيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغير كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ الله عجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان. انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهندي لك بدل التلت النص يا عم. وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك. مش هتقدر تفلفص مننا. كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت فينا بقى؟ العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه يعني؟
أنا بشتغل مستثمر. أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوه أيوه، أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، امال يعني على باب الشعرية. يا بنت الايه، دمك زي العسل. اديك حقك وانصرف انا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ اروح شغل. لا لا لا، شغلك ايه؟ اقعدي تتغدي. اتغدى؟ لا يا عم، حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجة. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلنا ولعة. ولعة ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكة. يا دوبك اعمل. بكرة تكبر يا خدامة حسنين. وانا عايبة ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجة. عليا النعمة لا انت واخدها. انا وانا بقول لك شوف حاجة على شغل حاجة. عليا النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه مش حاجة بقى، شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكرة. خلاص بكرة بكرة. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا كده؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت يا جدع؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه لما يديلك. وانت هتنقع عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من هنا كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي معاك بكام؟ طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار اجيب سان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي. 35,000 جنيه للشقة. يا بلاش يا بلاش. 35,000 جنيه للشقة. ألو. أهلا سعادة البيه. أيوة سعادة البيه. خد بالك الأيام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معه حكتير. وضوح يا فايق، أنت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. مالك فايبي؟ ما لاحظتش حاجة تحت يا حمد. حاجة زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومالي الشحاتين يا بيه؟ هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في ايه بس؟
الولد ده ما بيشحتش. ايه خايب؟ ربنا يرزقه اسعه البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقول لك كده، كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص للقضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي دي. مش من غير البنزين. البنزين غير 20 ساعه. تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه جنيه اهو، ماليش دعوه بالشحاتين كداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قوم يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تاني. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينه، فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب. جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فندق. أه فندق. أنا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا في شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يومين دي. انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا مثلا. خلاص ما دام مثلا مثلا، تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الله بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر متر الانفاك. وعلى فكرة باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا مثلا. ايوه طب ايه رأيك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لئيمة. طلع مش أعمى، والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوة زي القمر وقعد معاها في كتير. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟
عايزين يعدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر. صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتك. تعجبني عريس. الله، عريس؟ اه، ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو، وهو بخرت الشقة بعد الصلاة. بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا. تقدر تقولي يا نانا؟ اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله، في نعمات ارحم 50 مرة. يا بنت يا شقية، طب خش انت. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فين. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايزة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم. بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح. ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كورن فليكس. حاجه ساعه، اي حاجه. حاجه ساعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر. بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة، انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ هي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ لا 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 والله دمك خفيف. الحاجه الساعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تسخطيش نبال مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تغرفيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا لاجا؟ مش في الفورمة يعني؟ وبعدين ده الدنيا حلاوة والقبايه كتر والشغل بقى هنا. شغل؟
شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حراميه يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك، معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجة، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايده يا عيون عايده، انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز اديكم بومب. بومب ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المساله جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينه اهي خلاص. انا ما استاهلكيش. انا اصلي جربوع، ورحمه ام انا ابن كلب جربوع، ما استاهلكيش. مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايده. عايده، انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده، عايده. وانا لازم كنت اخلص ضميري.
الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم. انما اني شحات مفيش اوطى من كده. من ساعة ما خرجت من اللوكان ده شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومي، انا ما عملتش حاجة. انا انت حكومة، مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سريه ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك، تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانة. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده فده ملوش اي اساس من الصحة. وانت فعلا ما شفتش حاجة. تقرير ايه وإدارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه أكتر من 3 أشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. أنت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاقي.